وبين الخدمات والانتخابات، وخلال استطلاع للرأي أجرته قناة صلاح الدين في مناطق جنوب المحافظة، أبدى المواطنون استعدادهم للمشاركة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، داعين الجميع ممن يحق لهم التصويت التوجه إلى صناديق الاقتراع في 18 من شهر كانون أول القادم، والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من أصحاب الكفاءات والخبرة، وعدم تفويت فرصة التغيير الحقيقية. لو نتحدث استاذ حيدر عن الانتخابات وكيفيه يعني خروجكم في قضاء بلد الانتخابات ومع او ضد الانتخابات. تحيه طيبه لكم ولمشاهديكم الكرام، تحيه لقناتكم الموقره المحترمه. طبعا الانتخابات قادمه وعلى الابواب، يعني قد تكون هي الفرصه الوحيده امامنا كمواطنين وكأهالي صلاح الدين الخروج من دوامة نقص الخدمات، وللخروج من المعاناة التي عشناها على مدار أكثر من 18 عام. بالتالي الانتخابات لا يجب أن تكون وفق معايير، يجب اختيار شخصيات نزيهة قادرة على يعني فعل ما عجزت عنه الحكومات أو الشخصيات السابقة بمحاربة الفساد، باستئصال هذا الملف المهم، وبتوفير الخدمات، باستحصال الدرجات الوظيفية، بالنهوض بقطاعات مهمة عديدة أهم الزراعة والصناعة والكثير من القطاعات التي تعاني على صعيد الاهتمام الحكومي في صلاح الدين. أولاً إذا مسألة الانتخابات، إحنا إذا مس الحاجة إلى المواطن أنه يخرج الانتخابات، أنا ضد العزوف عن الانتخابات، أنا أشجع على الانتخابات على الرغم أنه تزعزعت الثقة بين المواطن وبين المرشح، لأنه المواطن يريد شيء ملموس بالشارع، يريد أنا ليش أنتخبك؟ أنا بالسنة أحتاجك مرة، إذا بهاي المرة ما توقف لي شنو فائدتك؟ أنت عايز أنتخبنا. لكن نتأمل من بعض المرشحين أنه يكون أكثر جدية بالتعامل مع المواطن، وعلى الرغم من انه بعض المرشحين تركوا بصمه مثل الشيخ عمار، واحد يحشي لله يعني ترك بصمه، واي مواطن تلتقي به حيحشي لك نفس الحكي انه ترك بصمه، مثل حي الفارس نائب محافظ ادى اعمال عن المواطنين، المواطن من يروح يستقبله عنده شخصيه، عنده كاريزما صحيحه، عنده مواصفات مرشح صحيح. طبعا كمواطنين احنا بصلاح الدين اكيد مع المشاركه الفاعله بالانتخابات، ليش؟ لان اللي تنتخبه راح يمثلك بمجلس المحافظه، بعدين انه يعني يبحث عن الخدمات، البنى التحتيه وما الى ذلك. فيعني العزوف ليس من صالح القضاء او المنطقه، لان ما راح يجد من يوصل صوته الى مجلس المحافظه، خصوصا انه الانتخابات ما بقى عليها الا يمكن 40 يوم. فاحنا مع المشاركة والمشاركة الفاعلة بالانتخابات، هو عرس انتخابي، يعني انت تنتخب اللي تشوفه مناسب، فليش يعني اترك صوتي اهمل؟ ان شاء الله كنا نطلع انتخابات احنا وعوائلنا. انا بالنسبة لي اطلع انتخابات انا وعائلتي، بس احنا نريد اعمار، نريد اعمار اكثر، لان الاعمار بالفترة الاخيرة قليل، نريد شوية اعمار اكثر. المنطقة مالتنا هسه مال منطقة البعنون حي الصمود، يعني مطرت البارحة مطرت، ما قدرنا نطلع من البيوت، صارت طينة ربيشة، صحيح سووا النار صفة، الرصيف سووه، بس نريد شوية سريع قبل الشتاء، نريد التبليط. يعني نريد الشارع العراقي، نطالب من الشارع العراقي الخروج للانتخابات، وانتخابات نتمنى تكون انتخابات نزيهة وعادلة، وان شاء الله تكون يعني ادق من الانتخابات السابقه، ما نريد بها لا ظلم ولا بغض ولا تلاعب بالنتائج. ايضا نتمنى من الشارع العراقي الخروج للانتخابات نزيهه وعادله. اني انتخب الشيخ اسماعيل، ان ابو منطقتي، لا مقابل ولا كل شيء، صحيح انا اموري تعبانه، ابو منطقه الكل، مو قلت لك ابو منطقتي الكل، فاني اريد انتخبه لا اكثر ولا اقل، يريد يساعدني جزاه الله خير، ما يساعدني هم جزاه الله خير. والله نعمه من الله، والله شوارع وكهرباء والله وصلنا، ونعمه من الله.